الاهلي يفرض التعادل السلبي على الترجي في ملعبه ويؤجل حسم لمباراه العوده في استاد القاهره يوم السبت القادم ان شاء الله. كابتن شريف، اعتقد نتيجه مقنعه، الشوطين تحس ان الفريقين راضيين بالتعادل، حتى الترجي الشوط الثاني واضح انه راضي بالتعادل. نتيجه طيبه بالنسبه لنا احنا يعني. الجميل فيها انك انت اتعرفت على الترجي، تعرفت على امكانيات الترجي، وتعرفت ان الترجي اسلوب لعبه اللي هو التحفظ ويعمل كونتر اتاك او يعمل كور طويله، ما عندوش اي انياب تانية غير اللي احنا شفناه ده الحقيقه. يعني الترجي صاحب باص اتنين ولونج باص للراجل رودريجيز اللي هو البرازيلي. لو انا فاكر، لو قلت لك انا المباريات دي والفرقه دي انا اتفرجت عليها، احسن حل ليها انك تضغط عليها، والضغط عليها والاستحواذ فيها بيهدد. يعني انت شكلك الشوط الثاني غير الشوط الاولاني خالص، وهم ساعدوك في كده كمان. يعني هم ما ابرزوش اي حاجه غير الفاولات اللي احنا بنعملها او اللي بتتحسب علينا اذا كان لينا او ضدنا او 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 هي دي بس الشكل اللي بيخش بيك خط 18 عندك. انما لا، انت شفت عرضيات غير الاولى الوحيده اللي تعبت في لحقها قبل الخط ولعبها، وكانت دي كانت هدف 100%، لولا الراجل حطها وطوح دماغه فيها فحطها جنب العرض. دي الكره الوحيده اللي كانت تحسب للترجي. انما انت تاني شوط، انت لو عندك رغبه في الفوز والله كنت هيكون ليك التقدم بهدف وممكن اتنين كمان، لانك انت ابتديت تطلع ناحيه الشمال وابتديت تبرز الناحيه اليمين كمان، وهاني ابتدى يشوط. يعني في كره شايطها هاني لو بيرستاو حط رجله فيها وحولها، بس كان اوفسايد. كان اوفسايد؟ اه بيرستاو كان اوفسايد. هنشوفها كده وبتهالي دي اتحسبت اوفسايد. اتحسبت اوفسايد. تعيد لي على الواحده. لا والله. ف حسين الشحات عنده كذا كره، وسام عنده توغل جوه وعنده كام كره وقطع من جوه. انت انا بلعب بتفرج على الماتش ومش مصدق. يعني ان انت كان عندك فرصه كبيره قوي ايمن، انك انت اللي يكون عندك النهارده تحط رجل كبيره في النهائي يعني. فالحمد لله التعادل نتيجه جيده للنادي الاهلي. اه طبعا التعادل هناك بالاجواء اللي انت شايفها دي، بالتكتيفه اللي احنا متكتفينها جوه الملعب، مع الجو اللي هناك، مع السفر، مع 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 كلنا لعيبه كوره وعارفين يعني، ما كناش بنروح نكسر الدنيا وسبرنتات. اه بنعمل كده وكل حاجه، بس كان بتبقى في فرق واقفه قدامنا عندها رغبه اكتر من كده. هل دي امكانيات الترجي؟ ارد عليك بعد مباراه النهائي هنا بالاسلوب اللي انا بحبه، اللي هو الضغط على الخصم يثمر اخطاء. يعني هنتكلم عن مباراه العوده ان شاء الله. يعني ياسين مرياح ومحمد امين لما تضغط عليهم ما بيبقاش عندهم حلول، بيروح ضاربها بشمال وعالي، انت بتاخد الكره الثانيه وبتضغط ثاني. اكيد حاجه، شفت التصويبه اللي عملها امام عاشور؟ كنت انا وانت قبلها، كنا انا وانت وحشيش بنقول لا امام لو اتلم على واحده على خط ال 18 وبعتها صح هيبقى لنا. كانش في مجازفه من عندنا هجوميه من الاول، كان في ارتكاز من مروان عطيه. بالنسبه لاكرم توفيق تحس ان هو مزودها او ما اعرفش، لا هو عايز يحط نفسه في حاله ثقه زياده عن اللزوم، وبس جري كتير قوي. يعني صحيح. انت كنت محتاج ده النهارده، انك تلاقي لعيب في وسط الملعب جنب مروان عطيه بيجري كتير قوي. عشان كده انا قلت لك يا ريت نلعب ايه 4-2-3-1 قدام. اه ده كنت هتحس بالامان في الارتكاز، الاثنين جنب بعض مش هتدي ما اكرم يعني مجهود زيادة. كان هيبقى عنده مجهود متوفر وكل حاجه، يقدر يطلع كره سليمه، يقدر يتحرك. الاصابه بتاعت علي معلول اثرت في الفرقه عندنا كلها. صح. بصراحه يعني دي اللي خلت الترجي معاك تاني شوط. يعني لو معاك علي معلول الشوط الثاني انت كنت هتلاقي عرضيات وهتلاقي انطلاقات وهتلاقي الضربات الثابته حتى بتتلعب باحترافيه، لان اللي بيلعب لك الضربات الثابته از كورنر از فاولات از كل حاجه هو علي معلول. فربنا يكون انها اصابه شويه تلج بسرعه والاسبوع ده يكمل علاجه على خير. وهنا باذن الله نقول كلمتنا ان شاء الله، ولكن نشكر اللعيبه والجهاز الفني النهارده، وميعادنا باذن الله السبت الجاي باذن الله ان شاء الله رب العالمين.